بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلينا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من القاهرة، بالتحديد من كوبري أكتوبر للمتجه لمنطقة رمسيس وغمرة، هناك في سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي هناك كثافات إنما بسيطة شوية. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لكوبري تحيا مصر اللي بيشهد سيولة مرورية، وبعدها ندخل الكورنيش هنلاقي بعض الكثافات إنما غير مؤثرة. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كمان سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات. في كمان كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد اللي قادم من مناطق حلوان ومتجه للمعادي والمقطم، وفي كمان كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولاً لحد 15 مايو. كمان في كثافات مرورية للمتجه لشارع عباس العقاد، وظهرت أعلى دائري المرج للمتجه كمان من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم. نكمل جولتنا في شوارع الجيزة، في كمان كثافات على طريق المحور القادم من ميدان لبنان بسبب طبعا أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات دي بتستمر لغاية ميدان لبنان. أما المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة. لو رحنا لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، ولو رحنا لشارع الهرم اللي بدأت تظهر فيه كثافات مرورية دلوقتي نتيجة طبعا التحويلات لغلق الشارع لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو. كمان بتظهر كثافات مرورية إنما متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. في شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة، وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان كمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم، في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبدا على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. ومن منطقة القناة لجنوب الصعيد هنكمل في محافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج، وللطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، في كمان بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات نسبية، وفي كمان كثافات نسبية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية، ونخلي بالنا علشان في شبورة بتبدأ من بالليل وبتنتهي الصبح بدري، ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية عشان نوصل أشغالنا بسلام. نرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.